حديث مرور مروعة ينهي حياة زوج المؤثرة الجزائرية رانيا إزميرالدا. إليكم التفاصيل. اهتزت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بالجزائر على خبر وفاة زوج المؤثرة الجزائرية رانيا شطوح المشهورة باسم رانيا إزميرالدا. وحول تفاصيل الحادثة نشرت رانيا ستوري على صفحتها الرسمية على حسابها انستغرام تصرخ وتبكي داخل سيارة وتؤكد أن زوجها توفي، وسرعان ما أكدت الخبر بنت خالتها على صفحتها على الفيسبوك. بعض المصادر الإخبارية أكدت أن الحادثة وقعت بالطريق السريع الاجتنابي الجنوبي على مستوى جسر سطوالي اتجاه إزميرالدا، ما أدى إلى انحراف دراجة نارية وسقوطها من أعلى الجسر، مما تسبب للأسف في وفاة زوج رانيا رحمة الله عليه الذي كان يدعى قيد حياته أحمد بني وفق نفس المصادر. وفي أول تعليق لها على هذه الفاجعة ظهرت رانيا في فيديو جديد منهارة القوى وتطلب من عائلتها أن يكون خبر وفاة زوجها غير صحيح. نسأل الله تعالى أن يرحم الفقيد وأن يلهم زوجته وذويه جميل الصبر والسلوان.